هناخد على التليفون الاستاذ ايمن العبد. استاذ ايمن، مساء الخير عليك. انت صاحب لمصنع منسوجات، عايز اسمع من حضرتك تجربتك ايه؟ ايه المنتجات اللي المصنع بيطلعها، والمصنع اصلا شغال في الوقت الحالي على ايه؟ احنا المصنع الاساسي عندنا في الانطره شرق محافظه الاسماعيليه، في موجودين في شرق القناه في سيناء. المصنع بينتج جميع انواع المفروشات، فوط، ملايات، كوفرتات، لحاف، قطن سرير اللي هي الملايات المطرزه والملايات المطبوعه. طيب ازاي بتوصلوا منتجاتكم للناس، وازاي اشتغلتوا مع مبادره ابدأ على تطوير هذه المنتجات؟ والله احنا شغالين، احنا كده بنشتغل اصلا بقالنا فتره، المصنع من سنه 55. كنا شغالين، كان عندنا طبعا حبه معوقات كتير جدا في الفتره اللي فاتت. مبادره ابدا دخلت معانا ساعدتنا في اكتر من حاجه. رقم واحد، احنا كان عندنا مشكله في الرخصه، رخصه المسبغه، هم ساعدونا فيها. عندنا مصانع في احنا بنسمي المحله مدينه المحله الكبرى. عندنا المسابق في المحله ما كانتش واخده رخصه، احنا كنا مبادره ابدا دخلت معانا خلال 20 يوم كنا واخدين رخصه دايمه للمسبغه. ساعدنا في موضوع المعارض، دخلنا المعرض اللي هو كان بتاع تحدي الصناعات اللي فات ده، ما دفعناش فيه ولا مليم، مدعمين من ابدا بدعم كامل. تقريبا كل بيزلنا كل الصعاب اللي احنا بتقابلنا، اللي كانت بتقابلنا من الموظفين اللي هم عقده الموظف اللي عندنا اللي هو بيوقف كل حاجه. احنا ما عادش عندنا الحته دي دلوقتي، البيروقراطيه اللي كانت بتوقفكم عن ان انتوا تكملوا وتنتجوا. زي ما الرئيس قال في اخر مؤتمر، احنا لو نقول للموظف اللي انت بتوقف المصانع دي، انت بتوقف كام بيت وبتوقف كام مصنع وبتوقف كام عامل، هيخاف من ربنا على الاقل ومش هيوقف الناس دي. طبعا احنا مهما هنتكلم بقى على الوضع اللي كان فيه اساس قبل كده، مبادره تبدا بصراحه بتساعد الناس بطريقه فوق الممتاز. ازاي انت شايف انه المنتج المصري يقدر يوصل جوه كل بيت، ويقدر يوصل كمان انه يتصدر؟ ايه المطلوب من المنتج ده؟ وانت بتخرج اي منتجات من المصنع بتتاكد من ايه؟ ايه الحاجات اللي بتبقى شاغله بالك؟ الحاجات اللي بتبقى شاغله بالي الذوق العام للعميل، يعني احنا طبعا كل دوله ولها ذوق عام، يعني احنا ذوقنا غير ذوق افريقيا، غير ذوق اوروبا، غير ذوق السعوديه. اولا لازم نبقى عارفين الاذواق اللي احنا السوق اللي احنا بنخاطبه، الاول نبقى فاهمين ذوق العميل محتاج ايه. ده رقم واحد من درجات. انت بتصدر ولا شغال بس محلي يا استاذ ايمن؟ لا انا حاليا احنا لسه واخدين المبادره مع ابدا ان احنا بنفتح قنوات تصديريه، انما احنا شغالين سوق محلي. تمام. وطبعا احنا بالنسبه لنا يعني بنوصل هدفنا كله ان احنا نقول للناس ان احنا افضل من المستورد، افضل من المنتج المستورد. طب بالنسبه للاسعار، يعني احنا بنبقى عايزين حاجه مناسبه في الجوده، وفي نفس الوقت يعني كتير نلاقي منتج مصري جودته تضاهي المستورد، لكن الفرق في السعر عالي جدا. لا لا، الكلام ده مش مظبوط. بالشغل اللي احنا على الوضع اللي احنا فيه حالا بعد وصول الدولار للاسعار اللي احنا فيها، لا احنا اسعارنا فوق الممتاز بالنسبه للمستوى، يعني ممكن نوصل 50%. انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق استاذ ايمن العبد وكل المنتجين والمصنعين المصريين.